أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناة أبجد. اليوم سوف نتعلم كيفية كتابة حرف الطاء. هيا بنا نبدأ. نكتب حرف الطاء بهذه الطريقة، هذا الشكل، وفوقه خط عمودي. هيا نحاول مرة أخرى، هذا الشكل وفوقه خط عمودي. هيا سويا مرة أخرى، هذا الشكل وفوقه خط عمودي. الآن سنتعلم طريقة كتابة حرف الطاء بالحركات. نكتب حرف الطاء وفوقه فتحة ونقول ط. نكتب حرف الطاء وفوقه ضمة ونقول ط. نكتب حرف الطاء وتحته كسرة ونقول ط. هيا مرة أخرى نكتب حرف الطاء بالحركات. نكتب حرف الطاء وفوقه فتحة ونقول ط. نكتب حرف الطاء وفوقه ضمة ونقول ط. نكتب حرف الطاء وتحته كسرة ونقول ط. انتهى درس اليوم وتعلمنا معا كيفية كتابة حرف الطاء. هيا أصدقائي نراجع الحروف العربية. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظ، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.